السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب أهلا بيكم. نبتدي مع بعض إن شاء الله أول محاضرات الفصل الثاني في الفيزيكال فارماسي، وهي بتتكلم عن موضوع يعتبر هام بالنسبة للسوليد ماتيريال، للمواد الصلبة. موضوع بيتكلم عن المايكرو ميريتكس أو تكنولوجيا وعلم الجسيمات الدقيقة في السوليد ماتيريال. الموضوع ده إن شاء الله هناخده على تو ليكتشرز. أول ليكتشر هنتكلم فيها عن البارتيكل سايز والرينج بتاع البارتيكل سايز اللي يندرج تحت المايكرو ميريتكس، حاجة تانية اسمها السايز ديستريبيوشن أو توزيع الأحجام الجزيئية في المادة الصلبة. هناخد برضو في المحاضرة دي طرق تعيين البارتيكل سايز. المحاضرة اللي بعدها بإذن الله هنتكلم عن أشكال البارتيكلز تبقى عاملة إزاي، وعلاقة الشكل بمساحة السطح اللي هي السيرفس أريا. طيب المايكروميريتكس، المصطلح ده يعني إيه؟ خلي بالنا كده ونحاول نرتب افكارنا واحنا بنذاكر. اول حاجه ايه مفهوم المايكرو ميريتكس؟ مفهوم المايكرو ميريتكس هو علم وتكنولوجيا، ساينس اند تكنولوجي اوف سمول بارتيكلز، هو العلم المختص والقوانين المختصه بدراسه الجسيمات الصغيره والجسيمات الصغيره الخاصه بالايه، بالماده في الحاله الصلبه، السوليد ماتيريال يعني الليكويد ماتيريال مش معانا، المادة في الحالة السائلة مش معانا في المايكروميريتكس، المادة في الحالة الغازية مش معانا في المايكروميريتكس، احنا معانا في المايكروميريتكس المادة في الحالة الصلبة وبتكون في حالة بودر. بودر يعني ايه؟ بودرة. وبالتالي البودرة دي مكونة من small particles، جزيئات او اجسام صغيرة جدا. ده يندرج تحت المايكروميريتكس، ولكن بشرط ايه؟ ان تكون احجام البارتيكلز او جزيئات او الجسيمات الصغيره دي ليها رينج محدد. ايه هو الرينج ده؟ من 10^1 لحد 10^5 نانومتر، لحد 10^5 نانومتر. تمام، ونخلي بالنا ان النانومتر ده جزء من المايكرومتر، يعني المايكرومتر بيساوي 1000 نانومتر. عشان كده لو حبيت احول طول من النانومتر الى المايكرومتر بقسم على 1000. اوكي، دايما من القيمة الصغيرة الى القيمة الاعلى، او من الوحدة الصغيرة الى الوحدة الاعلى بقسم. اوكي، يبقى عشان احول من نانومتر الى المايكرومتر بقسم على 1000. طب والمايكرومتر مين الاكبر منه او مين الوحدة الاعلى منه؟ المليمتر. نفس الكلام لو حابب احول من طول بالمايكرومتر الى المليمتر برضو بقسم على 1000. اوكي، يبقى ده الرينج بتاع بارتيكل سايز او حجم الجسيمات الذي يندرج او ينطبق عليه قوانين المايكرو ميريتكس. زي ما انتم شايفين في السكيل ده، ده بيوضح لي احجام البارتيكل سايز وامثله عليها في الطبيعه. يعني ادي الرينج اهو بيبتدي معانا من 10^1 نانومتر، وادي 10^1 نانومتر يعني ايه؟ يعني 1 من 10 نانومتر. طيب اكزامبل على جسيمات بتبقى موجوده في الرينج ده من البارتيكل سايز، هو الجزيئات، احجام الجزيئات المولكيولز، زي جزيء الجلوكوز مثلا. جزيء الجلوكوز لما اجي اشوف الحجم بتاعه بيبقى 10^1 او 1 من 10 نانومتر. طيب اكبر شويه واطلع على 1 نانومتر ل10 نانومتر، دي احجام البروتينات داخل الخليه، size of proteins او size of DNA بتبقى من 1 إلى 10 نانومتر. طيب اطلع شوية في الحجم واوصل ل10^2 نانومتر، اديني احجام اكبر شوية اللي هي احجام الفيروسز. تمام، الفيروسات يعني، لحد 10^3 اللي هي 1000 نانومتر. 1000 نانومتر يعني كام؟ لسه قايلين من شوية، يعني 1 مايكرومتر. طيب الرينج ده يا شباب بسميه النانو سكيل رينج، يعني منطقة النانو كلها بالنانو، من 10^1 لحد 10^3 دي منطقة النانومتر، ومقدرش أرصدها طبعا بالعين المجردة،
ولا كمان اقدر ارصدها حتى بالميكروسكوب العادي، الميكروسكوب الضوئي اللي احنا شفناه في الفارماكوجنوزي. لا، محتاج اداة اكثر دقة عشان اقدر ارصد الجسيمات الصغيرة جدا اللي موجودة في النانو سكيل. زي ايه؟ زي الالكترون مايكروسكوب. الالكترون مايكروسكوب دي اداة قوية جدا، اقدر وحساسة جدا، اقدر من خلالها ارصد الجسيمات الصغيرة اللي موجودة في النانو سكيل. النانو سكيل اللي هو من 10^1 الى 10^3، او بالاكس راي. ممكن برضو الاكس راي، اشعة الاكس، ترصد لي الجسيمات الصغيرة ديت اللي موجودة في النانو سكيل، اللي هو من اول حجم الجزيئات الصغيرة جدا جدا الى شكل الفيروسات وعاملة ازاي. يعني الكورونا فيروس مثلا تم رصده ومشاهدته عن معرفة شكله التركيبي من خلال الالكترون مايكروسكوب. طيب فوق الـ10^3 بقى هندخل في منطقة تانية اسمها المايكرو سكيل. لان انا دلوقتي خلاص كده 10^3 اتفقنا هو 1 مايكرومتر، اكبر من كده بقى هيبقى في المايكرومتر على طول لحد 10^5 اللي هو الرينج بتاع المايكرومتر زي اتفقنا عليه. كل ده في المايكرو سكيل. يبقى انا عندي النانو سكيل من 10^1 لـ10^3، وعندي المايكرو سكيل من 10^3 الى 10^5. وامثله على الجسيمات اللي في المايكرو سكيل او اللي احجامها بتبقى من 10^3 الى 10^5 زي الخلايا اللي موجوده في جسمنا. من اول الخليه، من اول كرات الدم الحمراء اللي هي الار بي سيز اللي ممكن يكون حجمها 10^4 الى الخلايا العاديه بتاع جسم الانسان ممكن توصل لـ10^5. 10^5 لما اجي اقسمها على 1000 عشان احولها للمايكرومتر بتساوي 100 مايكرومتر. تمام. فا امثله على احجام بال 100 مايكرومتر. الخليه، خليه جسم الانسان بتبقى كبيره برضو نسبيا، واقدر اشوفها بمنتهى السهوله. او خليه نباتيه اقدر اشوفها حتى بالميكروسكوب الضوئي. يبقى مهم جدا ابقى عارف ان المنطقه دي كبيرة وأقدر أرصدها بسهولة، طبعا مش بالعين المجردة، أقدر أرصدها بسهولة بالميكروسكوب الضوئي. الميكروسكوب الضوئي أقدر أشوف من خلاله الخلايا والأحجام بالمايكروميتر. من أول البكتيريا، البكتيريا بتبقى خلايا صغيرة جدا ممكن تبقى 10^3، إلى خلايا الإنسان بتبقى حوالي 10^5، اقدر ارصدها بالميكروسكوب الضوئي. يبقى منطقه النانو سكيل بالالكترون مايكروسكوب، منطقه المايكرو سكيل ارصدها بالميكروسكوب الضوئي او الاوبتيكال مايكروسكوب. طيب اكبر بقى من 10^5 لا، لا يندرج بقى تحت الايه، المايكروماتكس، ما تعتبرش سمول بارتكلز اللي هي زي حبات الرمل مثلا او حبات الملح. دي انا اقدر اشوفها حتى بعيني المجرده. خلاص قوانين المايكروماتكس او تكنولوجيا المايكروماتكس لا تنطبق عليها. انا معايا الحد الاقصى 10^5. النقطة التانية اللي عاوزين نتكلم فيها في المحاضرة دي هو كيفية تعيين أحجام الأجسام الصغيرة في المايكروميريتكس سكيل. دايما احنا عارفين ان السايز او الحجم بيتم تعيينه بوحدة الطول تكعيب. يعني اقول مثلا حجم القاعة مثلا 30 متر تكعيب، حجم مثلا صندوق معين اقول مثلا والله 71 مثلا سنتيمتر تكعيب، اقول مثلا حجم شعره مثلا او حاجه صغيره اقول والله بالمليمتر تكعيب او بالمايكرومتر تكعيب او بالنانومتر تكعيب. يبقى دايما الحجم بيعبر عنه بوحده الطول تكعيب، اس 3 يعني. لكن في المايكروميتكس سكيل الاسهل لينا ان انا اعبر عن وحدة الحجم بدلالة طول القطر، طول قطر الدائرة اللي هو السفيريكال دايامتر. ده انسب او اسهل وحدة اقدر اعبر عن حجم الجسيمات في المايكرو ميريتكس سكيل اللي هي من 10^1 لـ10^5. ليه؟ لان الحجم الحقيقي صعب ان انا احدده لجسيمات صغيرة بالمنظر ده، صعب ان انا احدد الحجم الحقيقي بدقة. طيب ألجأ الى ايه في الحالة دي؟ ألجأ الى ما يعبر عن الحجم، ما يعبر عن الحجم الحقيقي للبارتيكلز دي. فهفترض ان كل البارتيكلز في المايكروميتكس سكيلز ليها سفيريكال شيب يعني شكل كروي، وبالتالي هقدر مباشرة من خلال تعيين طول الديامتر اعبر عن الحجم. يبقى اذا
مهم جدا تبقى عارف المعلومة دي، ان الحجم البارتكلز او الاجسام الصغيرة في المايكروميريتكس سكيل لا يعبر عنه بالطول تكعيب، وانما يعبر عنه اريدلي اكسبريست، يعبر عنه بالديامتر، ديامتر لكرة على اساس ان هو شكله كروي، فيعبر عنه مباشرة بطول القطر او الديامتر. طيب هل يا ترى في الطبيعة او في الحقيقة كل البارتكلز هيبقى شكلها كروي؟ لا طبعا، في عندي اشكال ممكن تكون مكعبة، ممكن تكون متوازي مستطيلات، ممكن تكون شكل هرمي، ممكن يكون شكل اسطواني، وممكن يكون في شكل كروي، لكن الاغلب العام ان مش كل البارتيكلز لها شكل كروي، وبالتالي مش هقدر الاشكال المختلفة الاخرى غير الكرة مش هقدر اجيب لها ديامتر، يبقى مش هقدر اعبر عنها، مش هقدر مش هقدر مش هقدر اعبر عن حجمها بالديامتر زي ما اتفقنا في الملحوظة اللي فاتت. وبالتالي لازم الامر ان انا ادور على طريقة اعبر او احول الشكل الغير منتظم او الاشكال الغير كروية الى شكل كروي علشان اقدر اجيب طول الديامتر. فحلينا المشكلة دي بان احنا عملنا ما يسمى الاكويفالنت سفيريكال ديامتر او القطر الكروي المكافئ، يعني عندي شكل غير كروي حولته الى كرة، افترضت ما يكافئه من كرة او شفت ما يكافئه ككرة وجبت طول الديامتر بتاع الكرة المكافئة. طيب عندي اربع انواع من التكافؤات هنشوفهم مع بعض كده. اول نوع من التكافؤ بسميه السيرفس equivalent او surface diameter. surface diameter يعني ايه؟ ادي الشكل بتاعي شكل غير منتظم، ادي particles عندي شكلها غير منتظم زي ما انتم شايفين، اشوف ما يكافئها من حيث مساحة السطح، يعني اشوف الكرة المكافئة ليها في مساحة السطح، احسب كده مساحة السطح بتاع الشكل ده عامل ازاي، اشوف مثلا والله مساحة السطح طلعت مثلا 100 نانومتر تربيع، اشوف الكرة التي لها نفس مساحة السطح اللي هو 100 نانومتر تربيع واروح جايب الديامتر بتاعها يكون دوت هو السيرفيس ديامتر او الدي اس. يبقى ده اول نوع من انواع التكافؤ، اتفقنا ان انا الشكل ده مش هقدر اجيب له ديامتر. طب اجيب ديامتر لمين؟ لما يكافئه من الشكل الكروي، الشكل الكروي المكافئ للشكل الغير منتظم ده. فعندي اربع انواع من التكافؤات، اول تكافؤ هو التكافؤ في مساحة السطح، اجيب الكرة المكافئة لمساحة سطح الشكل واروح جايب ليها الديامتر، هسميه في الحالة دي اسمه الدي اس. طيب عندي تكافؤ تاني اسمه التكافؤ من في حيث الحجم، اهو اللي هو الدي في، يعني ادي الشكل اهو اشوف حجمه كام، حجم الشكل ده بكام بالظبط، واروح جايب ما يكافئه في الشكل الكروي المكافئ في الحجم واجيب الديامتر بتاع الكرة المكافئة، يصبح ده القطر المكافئ الحجمي او الدي في. في نوع ثالث اسمه البروجكتد دايمتر، وده اسهل شوية بان انا بشوف الشكل دوت احاول اجيب الشكل الكروي الذي يحيط به تماما، يعني ارسم كرة حوالين الشكل بالمنظر ده كده اهو خلاص. واول ما ارسم الكرة دوت اروح جايب ليها الديامتر، يبقى اذا دوت الدي بي او البروجكتد دايامتر، يعني الكرة المحيطة بالشكل الغير منتظم بشكل كامل دي اسمه الكرة البروجكتد او البروجكتد دايامتر. النوع الرابع اسمه دي اس او الستوكس دايامتر، ده بيعتمد على حاجة اسمها معدل الترسيب او السيدمنتيشن ريت، يعني التكافؤ في السيدمنتيشن ريت. يعني ايه؟ يعني شوف والله الشكل دوت بيحصل له ترسيب بسرعة قد ايه. يعني ايه ترسيب؟ يعني لو حطيته في عمود من المية او بأي سائل هشوف والله بيترسب في قد ايه، بينزل للقاع في معدل قد ايه، بسرعة قد ايه، واشوف ما يكافئه الكرة المكافئة اللي ليها نفس السيدمنتيشن ريت. هنفترض مثلا ان البارتيكل دي ليها سيدمنتيشن ريت 100 سنتي في الثانية، يعني بتترسب او بتنزل من السطح الى القاع بسرعة 100 سنتي في الثانية، اشوف الكرة اللي ليها نفس معدل الترسيب او السيدمنتيشن ريت اللي هو 100 سنتي في الثانية واجيب ليها الديامتر، يبقى اذا ده الديامتر المكافئ اللي بسميه الدي اس تي
او الستوكس دايمتر. بكده احنا فهمنا ان انا بعبر عن احجام البارتكلز في المايكروماتريكس سكيل بدلاله الدايمتر، وبالتالي لازم الامر ان يكون الشكل اللي عندي يكون كروي. ولكن في الحقيقه مش كل الاشكال الجسيمات في المايكروماتريكس سكيل بتبقى كرويه، فلازم الشكل الغير منتظم او الغير الكروي احوله الى شكل كروي مكافئ عشان اقدر اجيب لي الدايمتر. وعندي اربع انواع من الاشكال الكرويه المكافئه، في عندي شكل كروي مكافئ في السطح او السيرفيس دايمتر، وفي عندي شكل كروي مكافئ في الحجم واقدر اجيب من خلاله الدي في او الفوليوم دايمتر، وفي عندي شكل كروي مكافئ في او بيحيط بالمحيط الخارجي للبارتيكل بسميه بروجكتد دايمتر واقدر اجيب منه البروجكتد دايمتر، وفي عندي شكل كروي مكافئ في معدل الترسيب او سيدمنتيشن ريت، شكل كروي لنفس معدل الترسيب او سيدمنتيشن ريت ومن خلاله اقدر اجيب الدي اس تي او الستوكس دايمتر. النقطة الثالثة اللي نركز فيها ان شاء الله في المحاضرة دي او لازم نفهمها كويس، ان لو عندي عينة من سوليد ماتيريال في شكل باودر او في شكل بودرة، يعني طبعا هتبقى مكونة من جسيمات صغيرة بارتيكلز في المايكروماتريكس سكيل اللي اتفقنا عليه. لو جيت فحصت الاجسام دي او البارتيكلز دي اكيد مش هلاقيها بنفس الحجم، اكيد هتختلف في الاحجام ما بينها، يعني استحالة كلهم يكون ليهم نفس الحجم بالظبط. وبالتالي اي collection of particles، اي sample، اي solid sample عبارة عن collection of particles دايما بتبقى poly disperse. يعني ايه poly disperse؟ يعني مختلفة في احجامها، احجامها مختلفة، ده معنى كلمة مصطلح poly disperse. عكس بولي ديسبيرس مونو ديسبيرس. يعني ايه مونو ديسبيرس؟ يعني العينه بالكامل او الكوليكشن من البارتكلز دي كلها لها نفس الحجم، ده بسميه مونو ديسبيرس. وده مش موجود، ده شكل، ده حاجه مثاليه او وضع مثالي غير موجود. اللي موجود ايه؟ دايما بتبقى بولي ديسبيرس، يعني مختلفه في احجامها. ولذلك ما دام هي مختلفه في احجامها، ازاي هعبر عن العينه؟ لو عندي 1 جرام مثلا من دواء زي الباراسيتامول وفحصته لقيته انه احجام مختلفه تحت الميكروسكوب، واتفقنا ان الحجم مهم جدا، مهم في ايه؟ حجم البارتيكلز بيحدد السيرفيس اريا، كل ما كان السيرفيس اريا قليله كل ما كان مساحه السطح بتاع البارتيكلز عاليه، ومساحه السطح بتحدد شيء مهم جدا اسمها الفيزيكو كيميكال بروبرتيز بتاعه العينه الصلبه، اللي هي خصائص الفيزيائية وخصائص الكيميائية بتاعة العينة دي أو بتاع المادة دي. الفيزيكو كيميكال بروبرتيز زي ايه؟ فور اكزامبل مثلا زي السوليبيليتي، زي مثلا الأدزوربشن أو الأدزوربابيليتي، يعني قدرته على امتزاز الرطوبة أو امتزاز المواد الأخرى على السطح، زي الكوندكتيفيتي، زي الرياكتيفيتي، كل ما مساحة السطح زادت بتاعة الماتيريال كل ما كان مور رياكتيف، يعني فعال اكتر ويقدر يتفاعل بشكل احسن واسرع، وبالتالي الاستابيليتي بتاعته بتقل، يعني ثباتيته بتقل، الاستابيليتي بتتناسب عكسيا مع الرياكتيفيتي وهكذا. يبقى اذا حجم البارتيكل سايز بيحدد السيرفيس اريا بتاعه البارتيكلز كلها، والسيرفيس اريا بتاعه العينه ديت بتحدد الفيزيكو كيميكال بروبرتيز بتاع الماده الصلبه اللي احنا خدنا امثله عليها. وبالتالي لازم لما يكون عندي عينة بولي ديسبيرس أعرف متوسط الأحجام اللي موجود عامل إزاي، عشان أقدر أقول والله إن العينة دي السيرفس اريا بتاعتها المتوسطة كذا، وبالتالي أقدر أتوقع الفيزيكو كيميكال بروبرتيز بتاعتها بناء على متوسط الحجم. تمام، يبقى لازم أعرف مدى الأحجام في العينة أو بسميه السايز رينج، يعني كل حجم قد ايه موجود ممثل في العينه بنسبه قد ايه، اجيب الرينج. وكل ما كان الرينج دوت او معظم العينه بتاعتي او معظم البارتيكل سايز موجود في رينج صغير كل ما كان احسن، هقدر اجيب متوسط دقيق يعبر عن العينه وعن الفيزيكو كيميكال بروبرتيز بتاعت العينه بشكل ادق، كل ما كان السايز رينج ده ضيق. لكن كل ما كان الرينج ده واسع وعندي مدى واسع من الاحجام
لا يبقى اذا ساعتها مش هقدر اجيب متوسط دقيق، اجيب متوسط ولكن مش هيبقى accurate، مش هيبقى دقيق ومش هيبقى يمثل العينة بشكل جيد. خلاص فتعال نشوف كده الكيرف اللي جاي دوت اللي بيمثل السايز رينج ديستريبيوشن. اه زي ما انتم شايفين كده، دي علاقة ما بين السايز بتاع البارتيكلز بالنانومتر والفريكوانسي، فريكوانسي يعني نسبتها في العينة. تمام، هنا هنلاقي مثلا ان الخمسة نانومتر البارتيكل سايز اللي احجامها 5 نانومتر تقريبا ممثلة بنسبة مثلا 4%، البارتيكل سايز اللي احجامها 10 نانومتر ممثلة بنسبة 12% مثلا. يعني الاحجام البارتيكلز اللي احجامها حوالي 15 في نانومتر ممثلة في العينة بنسبة 20%، دي اعلى حاجة. وال25 ممثلة بنسبة 16% وهكذا، عاملة لي ديستريبيوشن. خلاص يبقى ده المدى بتاع البارتيكل سايز الموجودة في العينة، عينة معينة. هنلاقي ان معظم العينة، معظم الاحجام بارتيكلز الموجودة في العينة ما بين بارتيكل سايز 10 تقريبا و25، يبقى ده مدى معقول، مدى صغير، معظم العينة متركزة في الحتة دي. لكن لو لقيت مثلا كل حجم لا ممثل فيه جزء متساوي، يبقى اذا لا العينة ديت هيتروجينس او نون يونيفورم، غير منتظمة، يعني الاحجام فيها مختلفة تماما، غير منتظمة، عندي احجام كتير. لكن لو لقيت معظم العينة او معظم الاحجام البارتيكلز في العينة داخل مدى قصير او صغير، يبقى اذا العينة دي يونيفورم او منتظمة، واقدر اخد ليها متوسط حسابي دقيق يعبر عن كل البارتيكلز اللي موجودة في العينة، واقدر احسب ليها او اتوقع ليها الفيزيكو كيميكال بروبرتيز بشكل دقيق. يبقى الجراف ده بسميه البارتيكل سايز ديستريبيوشن، ومن خلاله بقدر اعرف والله متوسط الاحجام عامل ازاي، وهل هي يونيفورم ولا نون يونيفورم. اوكي، لكن في الاخر كل البارتيكلز بتبقى بولي ديسبيرس. يعني ايه بولي ديسبيرس؟ يعني احجام مختلفه زي ما انتم شايفين. لو جبت لك كيرف جاست فيه هو خط واحد كده ما فيهوش توزيع اخر، يبقى ده مون ديسبيرس، يعني 100% من البارتيكلز اللي موجوده في العينه دي مثلا عندي 20 مثلا، يعني يبقى اذا ده مونو ديسبيرس. لكن الشكل الغير اللي فيه احجام مختلفه ده بسميه بولي ديسبيرس. زي ما اتفقنا يفضل ان يكون التوزيع او معظم البارتيكل سايز داخل مدى صغير عشان اقدر اخد متوسط حسابي دقيق. طيب النقطة الأخيرة في المحاضرة النهاردة بتتكلم عن كيفية تعيين البارتيكل سايز. الحقيقة في طرق كتيرة بقدر من خلالها أعين البارتيكل سايز. أنا هاخد فيه من في المحاضرة اليوم إن شاء الله 3 طرق مختلفة لتعيين البارتيكل سايز. هاخد طريقة المايكروسكوب، وهاخد طريقة السيفنج او الغربله، وهاخد طريقه السيدمنتيشن ريت او الترسيب. في طرق اخرى زي الكاولتر كاونتر، وزي الادزوربشن، وزي الاير بيرميابيلتي، كل طرق اخرى ممكن اعين بيها البارتيكل سايز. لكن انا هاخد بس الثلاثه اللي فوق دول، السيفنج، الاوبتيكال مايكروسكوب، والسيدمنتيشن. طيب الشكل ده بيوضح لي ايه؟ بيقول لي والله الرينج، السايز رينج اللي يقدر او اللي تقدر كل طريقه تعينه، لان ما فيش طريقه تقدر تعين كل الرينج بتاع المايكروميتكس اللي هو من 10 اس سالب 1 الى 10 اس 5. لا، في عندي رينج محدد. يعني مثلا طريقه الغربله، طريقه الغربله بتحدد او بتقدر ترصد في منطقه المايكرو سكيل بس، ما تقدرش تحدد البارتيكل سايز في النانو سكيل خالص. طريقة المايكروسكوب، طريقة المايكروسكوب على حسب المايكروسكوب اللي هستخدمه. لو هستخدم اوبتيكال مايكروسكوب او مايكروسكوب ضوئي زي اللي احنا استخدمناه في الفارماكوجنزي، ده هيحدد لي في المايكرو سكيل من 1 مايكرو لحد 100 مايكرو، اللي هو من 10 اس 3 لحد 10 اس 5 نانومتر. لو هستخدم الكترون مايكروسكوب، لا ممكن يعين لي بقى فين؟ يعين لي في منطقة النانو سكيل من 10 اس سالب 1 لحد 1 مايكرو.
او ال10^3، تمام؟ يبقى مايكروسكوب على حسب الاداة اللي هستخدمها. طيب طريقة برضو السيدمنتيشن او الترسيب برضو على حسب طريقة الترسيب. لو هستخدم الترسيب بدافع او بقوة الجاذبية، يعني خليت المادة تترسب بتأثير الجاذبية اللي هو السيدمنتيشن، الطريقة دي تقدر تعيين للبارتيكل سايز في منطقة المايكروسكيل من 10^3 ل 10^5، اللي هو من 1 إلى 100 مايكرومتر. ولكن لو عملت الترسيب بتأثير الطرد المركزي، بتأثير ايه؟ الطرد المركزي مش الجاذبية، يبقى بالتالي هقدر ازود من سرعة الترسيب، وبالتالي اقدر ارصد او احجام البارتيكلز في منطقة النانو سكيل من 10^-1 إلى 10^3. خلاص، يبقى احنا في السلايدز اللي جاية ان شاء الله هنبتدي بقى نتكلم عن كل طريقة بالتفصيل، اللي هي الاوبتيكال مايكروسكوب والسيفينج والسيدمنتيشن. بس الجراف ده مهم عشان بيقول لي والله المدى الحجمي اللي اقدر ارصد فيه احجام البارتيكلز باستخدام الطرق المختلفة. طيب اول طريقة اللي هي طريقة المايكروسكوب، واتفقنا ان المايكروسكوب ممكن يكون اوبتيكال مايكروسكوب او ممكن يكون الكترون مايكروسكوب، واللي هيحدد انه نوع اللي هستخدمه هي السايز رينج اللي انا محتاج ارصده او احدد الحجم بتاعه. لو عاوز او لو البارتيكل سايز في المايكروميتر سكيل او في منطقة المايكرو سكيل، يبقى محتاج الاوبتيكال مايكروسكوب، مش هحتاج الالكترون مايكروسكوب. لكن لو بارتيكلز اصغر من المايكرو او في النانو سكيل، يبقى في الحالة دي هستعين بقدرات الالكترون مايكروسكوب في الرصد. طيب لازم في كل طريقة من الطرق اللي هندرسها يا دكاترة ابقى عارف 3 معلومات في كل طريقة. اول معلومة المدى الحجمي او السايز رينج اللي بيرصده، تمام؟ يبقى اتفقنا هنا في المايكروسكوب مثلا ده بيرصد كل المدى بتاع المايكروميتريكس، بس على حسب النوع اللي هستخدمه. الاوبتيكال من 10^3 ل 10^5 نانومتر، الالكترون مايكروسكوب من 10^-1 ل 10^3. يبقى اول حاجه لازم اعرفها في كل طريقه المدى الحجمي الذي يرصده. تاني معلومه لازم ابقى عارفها نوع الديامتر اللي بيحدده. مش احنا خدنا 4 انواع من الاقطار المكافئه او السفيريكال الايكويفالنت سفيريكال ديامتر، خدنا حاجه اسمها دي اس، وخدنا حاجه اسمها دي في، ودي اس تي، وخدنا دي بي. هو بيحدد انهي نوع فيهم لازم ابقى عارف. يعني المايكروسكوب هنشوف في السلايد الجايه ان هو بيحدد الدي بي، والدي بي بالمناسبه هو اقل الاقطار المكافئه دقه، لان يعني طبعا ال4 انواع من الاقطار المكافئه او السفيريكال دايمتر مش زي بعض. اكثرهم دقه الدي اس تي او الستوكس دايمتر، واقلهم دقه البروجكت دايمتر اللي هو الدي بي. الدي في والدي اس اللي هو السيرفيس دايمتر والفوليوم دايمتر متوسطين ما بين الدي بي وما بين الدي اس تي. يبقى دي اس تي اعلى واحد في الدقه، اقل واحد في الدقه الدي بي. الفوليوم والسيرفيس زي بعض ويتوسطوا الاثنين دول، تمام؟ يعني لو هرتب الدقه بتاعت الايكويفالنت سفيريكال دايمتر، اقل واحد الدي بي، يليه الدي اس والدي في زي بعض، يليهم اعلى واحد في الدقه الدي اس تي او الستوكس دايمتر. المايكروسكوب بيعين الدي بي اقل واحد في الدقه طبعا اللي هو البروجكتد دايمتر، وده يعتبر من العيوب. طيب النقطه الثالثه اللي لازم تعرفها في كل طريقه وانت بتذاكر المزايا والعيوب، المزايا والعيوب. يعني هنشوف كده في عيوب المايكروسكوب. يعني تعال نقول شكل ده شكل المايكروسكوب الضوئي، بتهيألي انتوا عارفينه وتعرفتوا عليه واستخدمتوه في الفارماكوجنزي. ده شكل المايكروسكوب الالكتروني، بيبقى جهاز كبير وطبعا سنسيتيف وغالي جدا، وبيحتاج وقت لتشغيله يعني، وبيحتاج طبعا ناس خبره كمان علشان تقدر تشغله، مش اي حد يقدر يتعامل معاه. طيب تحت الميكروسكوب ادي شكل البارتيكلز، تمام؟ بيبقى عندي زي مقياس معين او سكيل معين، بحط بداخل المقياس ده البارتيكل زي ما انتم شايفين. يبقى عندي دايره كده ليها طول محدد، طول وعرض محدد، ومن خلال الدايره دي بحط او بظبط داخلها البارتيكل اللي انا عاوز اقيس حجمها، واروح على طول مطلع مين، مطلع الدي بي. يبقى زي ما اتفقنا الدي بي بشوف الكره اللي بتحيط بشكل كامل بالبارتيكل، واجيب القطر بتاعها اللي هو في الحاله دي بيبقى البروجكتد دايمتر او الدي بي.
طيب العيوب بتاع طريقة الميكروسكوب، أول حاجة إن هي بتجيب طول وعرض، ما بتجيبليش الثيكنس أو السماكة بتاعة البارتكلز. طيب العيب التاني إن هي بتجيب لي أقل نوع من الدايمترز دقة اللي هو دي بي. في عندي دي في ودي اس أعلى طبعا من دي بي، ودي اس تي أعلى واحد. العيب التالت إن هي طريقة متعبة وبتاخد وقت. ليه؟ لأن أنا علشان أقدر أجيب الرينج بتاع البارتكلز وأقدر أحسب متوسط دقيق للبارتكلز من خلال الرينج، محتاج إن أنا أعين عدد كبير من البارتكلز، أعين السايز أو الدايمتر بتاع عدد كبير من البارتكلز، مش واحدة بس، يعني مش هعين واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، لأ ده أنا محتاج على الأقل من 300 إلى 500 بارتكل أحسب لهم الدي بي وأجيب متوسط، أعمل الأول السايز ديستريبيوشن وأجيب متوسط للبارتكلز دي. فعلشان أعين الدي بي أو الدايمتر بتاع 300 بارتكل أو 500 بارتكل دي هتاخد مني وقت مش أقل من ساعة أو ساعتين عشان أحسب لها الدايمتر بدقة يعني. فهي طريقة سلو وتيديس، تيديس يعني مملة أو متعبة. الطريقة اللي بعد كده هي طريقة الغربلة أو السيفنج، إن أنا أحاول أعدي البارتكلز من خلال فتحات غربال، بس مش غربال واحد، مجموعة من الغرابيل أو من السيفز مرتبة ومختلفة في حجم الفتحة، فتحات حجم فتحات الغربال اللي بسميها المش سايز، حجم الفتحات بتاع الغربال. الفكرة في إيه؟ إن أنا طبعا اتفقنا إن العينة اي عينه صلبه في موجوده في باودر مختلفه في احجام البارتكلز، وبالتالي انا هستعين بغرابيل مختلفه هي كمان في الفتحات علشان تقدر تغربل لي او تفصل لي الاحجام عن بعضها، احجام البارتكلز في العينه عن بعضها، الاحجام الكبيره لوحدها، الاحجام الاصغر لوحدها، الاصغر في الاصغر في الاصغر، وتعمل لي فصل الأحجام المختلفة عن بعضها، وبالتالي أقدر أوزنها مباشرة وأعين السايز ديستريبيوشن. طيب مزايا الطريقة دي إنها سريعة، يعني كل الموضوع بتاخد 10 دقايق، وأقدر أفصل ما بين الأحجام المختلفة وأوزنها وأشوف السايز ديستريبيوشن، دي المزايا. طيب الرينج، المدى الحجمي اللي بتعينه الطريقة دي هو الحقيقة في المايكرو سكيل وفي أعلى كمان المايكرو سكيل، يعني بتقدر تحدد بارتيكل سايز في حدود 44 مايكرومتر إلى 1000 مايكرومتر، وده طبعا رقم كبير مقارنة بباقي المايكرو سكيل، تمام، من 44 إلى 1000 مايكرومتر بس ده اللي تقدر تعينه. أصغر من 44 مايكرومتر مش هتقدر تعينه بطريقة السيفنج. ليه؟ لان اصغر من 44 السيرفيس اريا بتبتدي تزيد بتاعت البارتكلز، ولما السيرفيس اريا تزيد طبعا الرياكتيفيتي هتزيد، ومن ضمنها اكتساب البارتكلز دي شحنات ساكنه، شحنات كهربائيه ساكنه، تمام. كل ما زادت السيرفيس اريا كل ما الشحنات الساكنه دي زادت، وبالتالي هتخلي البارتكلز تتجاذب مع بعضها وتعمل كلامبس، يعني تعمل تجمعات ما تقدرش تعدي من خلال السيف، وبالتالي تديني wrong estimation او تقدير خاطئ للبارتكل سايز. اوكي، يبقى ده المدى الحجمي اللي بتقدر تعينه الطريقه دي. طيب ايه نوع الدايمتر اللي بتحدده الطريقه دي؟ نفس الكلام، ما دام البارتكلز هتعدي علشان اقدر اعين يعني الحجم لازم تعدي من خلال فتحه معينه، يبقى دوت يعتبر projected diameter، هتعين لي في الاخر البروجكتد دايامتر او الدي بي، وده اقل نوع من الدايامترز دقه. طيب العيوب الاخرى، مفيش، هي العيوب دي بس زي ما اتفقنا ان هي بس المدى الرقمي بتاعها محدود وفي المايكرو سكيل. طيب تعال نشوف ايه اللي هتبقى. ده شكل الجهاز في الحقيقه، بيبقى حوالي 1 2 3 4 5 6 7 7 سيفز فوق بعض، والسيفز بتتحرك فيها، في هنا روتور بيحركهم بيعمل لهم، او شيكر بيعمل لهم اهتزازات عشان تقدر ان انت تغربل العينه. العينه بحطها من فوق هنا بتبقى موزونه طبعا، وبحطها من هنا وبشغل الجهاز حوالي 10 دقايق، وبعد كده بفصل الجهاز وباخد كل سيف اوزن المحتويات اللي فيها زي ما اتفقنا.
اول ما احط العينه هنا اكبر بارتكلز هتظل في اول سيف، البارتكلز الاصغر هتنزل في تاني سيف، والاصغر هتنزل في التالت، والاصغر هتنزل في اللي بعديه، والاصغر هتنزل في اللي بعديه لحد اخر واحد. يبقى بالتالي زي ما انتم شايفين في الشكل كده، السيفز طبعا زي ما انتم شايفين برضو مختلفه في المش سايز في الفتحات. في الاخر بعد عمليه السيفنج هلاقي كل سيف يحتوي على الحجم المناسب او الموافق او المقابل للمش سايز. اخد السيف واروح اوزنها مباشره، اعرف نسبه كل سايز في العينه قد ايه، وارسم الكيرف بتاع الديستريبيوشن، واجيب المتوسط للسايز او البارتيكل سايز في العينه. الطريقه الاخيره هي طريقه الترسيب او سرعه الترسيب السيدمنتيشن، ودي طريقه نخلي بالنا فيها لان فيها عده نقاط مختلفه عن الطرق اللي فاتت. اول حاجه هي المدى الحجمي اللي ممكن تعينه على حسب طريقه الترسيب. لو عملت الترسيب بتاثير الجاذبيه او الجي اللي هو الاكسيريشن بتاع الجاذبيه، عجله الجاذبيه، احدد مدى حجمي من 30 الى 200 مايكرومتر، يبقى في منطقه الايه، في منطقه المايكرو، في المايكرو سكيل. طيب لو عملت السيدمنتيشن ولكن بتاثير السنتريفيوجيشن او الطرد المركزي، الطرد المركزي ممكن الجي هنا تبقى مثلا 3 جي، 10 جي، 20 جي، زي ما انا عاوز، يعني زودت عجله التسارع اعلى من عجله الجاذبيه، في الحاله ديت سرعه الترسيب هتزيد واقدر اوصل لاحجام اصغر، اقدر ارصد واحسب احجام اصغر من المايكرو، اوصل للنانو كمان زي ما انا عاوز. يبقى انا في طريقه السيمنتيشن ممكن ارصد بيها او احسب بيها اي حجم، بس على حسب الترسيب، الترسيب بتأثير الجاذبية ولا الترسيب بتأثير السنتريفيوجيشن أو الطرد المركزي، عجلة الطرد المركزي. طيب النوع اللي بيتحدده الديام، النوع الديامتر اللي بيتحدده الطريقة دي، زي ما احنا فاكرين في الطرق المختلفة أو الأربع أنواع المختلفة من الديامتر، كان عندنا حاجة اسمها الستوكس ديامتر اللي بتعتمد على سرعة الترسيب، وبالتالي الترسيب هيحدد لي الدي اس تي أو الستوكس ديامتر، واتفقنا إن الستوكس ديامتر ده أعلى دقة، ده أعلى دقة، أعلى ديامتر دقة في الأربع أنواع. يبقى الطريقة دي ممتازة جدا، أو من مزاياها إن هي بتحدد لي الحجم بدقة عالية، لأنها بتعين لي الدي اس تي أو الستوكس ديامتر. طيب لو عملت التجربة، هي عبارة عن ايه التجربة؟ التجربة ان انا بجيب ميجر او بايبيت او حتى بيوريت مدرجة فيها سائل، بداخلها سائل، السائل دوت معلوم الكثافة اللي هو البي نود، دي بي نود معروفة، ومعلوم اللزوجة الفيسكوزيتي اللي هو الايتا، ايتا نود اللي هو اللزوجة بتاعته معروفة. بحط السائل ده في البيوريت المدرجة ديت او البايبيت المدرجة، وبحط البارتكل او عينة بتاعتي من فوق، وابتدي احسب سرعة الترسيب. تمام، طبعا البيوريت دي بيبقى ليها اتش هايت معلوم، تمام، وبحسب الزمن المطلوب علشان توصل البارتيكلز بتاعتي لمكان محدد. من خلال كل البارامترز ديت اقدر اعوض في المعادلة الحسابية ديت، واجيب مباشرة الدي اس تي او الستوكس دايمتر بتاع البارتيكلز، عن طريق ان انا بجيب جذر كسر البسط بتاعه بيبقى 18 مضروب في الايتا 0 اللي هي لزوجة السائل، في الهايت اللي هو طول البيوريت او البايبيت اللي انا استخدمتها، على المقام، بيبقى افتح قوس كده كثافة المادة نفسها بتاعت البارتيكلز بتاع الجسيمات اللي انا عاوز اعين ليها البارتيكل سايز، ناقص الرو نود، الرو نود اللي هي كثافة السائل اللي انا استخدمته في التجربة، مضروب في الجي اللي هي عجلة الجاذبية، مضروبة في التايم اللي استهلكه او التايم اللي اخده البارتكلز عشان توصل او تقطع طول معين، طوله اتش الهايت. تمام، طيب يبقى لو عوضت في المعادلة دي بالجي اللي هي سرعة الجاذبية، يبقى انا دلوقتي في منطقة المايكرو سكيل، الدي اس تي هتبقى في منطقة المايكرو سكيل اللي هي من 30 الى 200 مايكرومتر. طيب لو كانت الجي ديت مثلا 10 جي او 20 جي او 30 جي، وعمري طبعا ما هقدر اوصل لقيمه اكبر من جي الا لو استخدمت الطرد المركزي او السنتريفيوجيشن، يبقى لو قيمه الجي دي عاليه، تمام،
ايه اللي هيحصل في الدي اس تي؟ هتقل مش كده؟ يبقى اقدر اوصل لقيم من الستوكس ديامتر اقل من المايكرو، وممكن توصل كمان للنانو. خلاص يا شباب، يبقى المعادله دي تنفع ان انا اعين بيها البارتيكل سايز اللي في المايكرو سكيل لو استخدمت جي فقط، وممكن استخدمها في تعيين البارتيكل سايز اللي في النانو سكيل لو كانت قيمه جي دي اكبر من 1، 2، 3، اكبر من 1. خلاص، بتاثير السنتريفيجيشن او الطرد المركزي. شايفين زي كده اهو، ده جهاز اللي بقيس بيه السيدمنتيشن ريت. زي ما قلت لكم بالمعروف، الطول محدود فيه السائل، وببتدي احط العينه من فوق كده وابتدي احسب الوقت اللي بياخده البارتيكلز عشان تقطع طول محدد او اتش طول محدد للجهاز، او انا احسبه بقى اعمل له سكيلنج زي ما انا عاوز. ادي هي مثلا في الصوره الاولى، ادي البارتيكلز اللي انا حطيتها، ومع الوقت بتبتدي يحصل سيدمنتيشن للبارتيكلز زي ما انتم شايفين بحسب الوقت اللي خده السيدمنتيشن ده. كده احنا خلصنا المحاضره الاولى اللي اتكلمنا فيها عن مفهوم المايكروماتكس، واتكلمنا فيها عن طريقه تعيين الاحجام الجسيمات في المايكروماتكس سكيل، واتفقنا ان هو بدلاله دايمتر، وعرفنا ازاي نجيب القطر المكافئ للاشكال الغير كرويه او غير منتظمه، بان انا عندي 4 انواع من الاقطار الكرويه المكافئه، دي اس تي في، الدي بي، والدي اس تي. وبعد كده عرفنا ازاي بجيب السايز ديستريبيوشن، وان اي عينه موجوده في شكل باودر بيبقى ليها بتبقى بولي ديسبيرس، يعني مختلفه في الاحجام، بارتكلز بتاعتها مختلفه في الاحجام. وعرفت ازاي امتى يكون يونيفورم ديستريبيوشن ونون يونيفورم ديستريبيوشن، وايه الفرق ما بين بولي ديسبيرس ومونو ديسبيرس، وايه اهميه اصلا دراستي للمايكروماتكس، ليه بدرس المايكروماتكس. اتفقنا لان احجام البارتكلز بتاثر على السيرفيس اريا بتاعت البارتكلز، والسيرفيس اريا او التوتال سيرفيس اريا بتؤثر بدورها على الفيزيكوكيميكال بروبرتيز للعينه. فلازم ان انا اعين الحجم عشان اعرف السيرفيس اريا، وبالتالي اعرف الفيزيك والكيميكال بروبرتيز او الخصائص الفيزيائيه والخصائص الكيميائيه للعينه اللي عندي. بعد كده خدنا الطرق المختلفه اللي بقدر اعين بيها البارتيكل سايز، زي طريقه الميكروسكوب، وطريقه السيفنج او الغربله، وطريقه السيدمنتيشن او الترسيب. وزي ما اتفقنا ان كل طريقه لازم تبقى عارف المدى الحجمي اللي بتقدر تعينه الطريقه دي، ونوع الديامتر اللي بتحدده الطريقه دي، ومزايا وعيوب كل طريقة. أتمنى أنكم فهمتوا المحاضرة واستفدتوا منها، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لحسن الاستماع.